هذا الكلب الذي بدأ يعوي ويستمر في العواء، جمال ريان، الصحفي الإعلامي المذيع فلسطيني الأصل الذي باع نفسه بثمن بخس إلى قناة الجزيرة المسمومة، أول من نطق بكلمة الكفر في هذه القناة منذ انطلاقها في اللحظات الأولى كان هذا المسمى بجمال ريان. هذا الرجل الذي فقد الرجولة وفقد المروءة وفقد الكرامة وباع نفسه بثمن بخس دراهم معدودة لهؤلاء المتواجدون في مكان غير نظيف، في مكان غير آمن، في مكان آس، في مكان مسموم يسمى دوحة قطر. جمال ريان الذي لا ينطق إلا كذبا، جمال ريان الذي لا يتحدث إلا حقدا، الذي يتنفس سموما ويبثها سموما. هذا الرجل الذي فقط تفرغ للحقد على مصر وتفرغ أيضا لإفراغ سمومه وأحقاده على الجيش المصري منذ اللحظة الأولى، لكن العيب كل العيب من هؤلاء المصريين المتواجدين في قناة الجزيرة القطرية. جمال ريان الذي بدأ يهزي وبدأ في مرحلة جنون ما قبل الانهيار الكامل يهاجم الجيش المصري العظيم. ليس ذلك فحسب، فالجيش المصري أكبر وأعرق وأقوى من كل هذه التفاهات وهذه الصغائر، لكنه عندما يتكلم ويتحدث ويهزي على أمهات الجنود المصريين، أمهات المصريين المقاتلين الأبطال في كل مكان، بهذه التغريدات القذرة، التغريدات الحقيرة، التغريدات التي تنم عن ضعف وعن حقد وعن حقارة، يقارن بين أم المقاتل المصري وأم المقاتل التركي، يقول: اليوم قلبي على كل أم مصرية مكلومة حزينة معذبة انتزع كبدها من أحشائها، كم سهرت الليالي تبكي الآن لفراقه من أجل حفنة رز بحرانية. بيقول يكمل الكلب جمال ريان: كان الله في عون الجيش المصري الذي قال عنه السيسي الجيش المصري للمصريين، وقد أصبح الآن سلعة تباع وتشترى. خسئت، وأعتقد أنه الكلام اللي قلته في البداية أنه المفروض السفيه يتم الرد عليه بالحلم لا يجوز مع هؤلاء إلا أن يأخذ هؤلاء الصاع صاعين. يقول: كان الله في عون الجيش المصري، اليوم يباع الجندي المصري بشوال رز على مائدة بحرانية. بيقول الأم التركية، هذا هو بيت القصيد: الأم التركية ودعت جنودها إلى بلاد تدافع عن قضايا الأمة وقضايا الحق وقضايا العدل في العالم، لا تقارن بالأم المصرية المكلومة من أجل حفنة رز. بيتكلم جمال ريان بيقول إن الأم التركية لا تقارن بأم مصرية، الأم التركية اللي بتودع الجنود اللي بيدافعوا عن قضايا الأمة والحق والعدل في العالم. القضايا الحق والعدل في العالم من وجهة نظر الكلب جمال ريان هي الدفاع عن قطر. الدفاع عن قطر من وجهة نظر هذا الكلب الحقير الأرعن، أعتقد إنه رحم موبوء مسموم حامل هذا الكلب الحقير اللي ساقه قدره إنه يهاجم ويهجم على الأم المصرية. أشرف الأقدام، الرمال، التراب اللي بتدوسه الأم المصرية أشرف منك ومن قناة الجزيرة ومن الأمير القطري ومن أم حضرتك ومن أم تميم ومن أم كل الأتراك الموجودين. وأنا بفكرك يا ابني، وإنت أزعر وأرعن وأحقر من أن أرد عليك، لكن بقول لك إذا ما كنتش بتعرف تقرأ الجيش المصري اللي أنت بتهين أمه دلوقتي، بتهين أمهات المصريين، أمهاتنا كلنا، لو أنت ما بتعرفش، وأنت أكيد مش بتعرف ومش بتقرأ ومش بتفهم وما بتعرفش تاريخ، بقول لك ارجع قارن بين الجيش المصري اللي ذل الجيش التركي في 4-5 حروب تاريخية. أكيد واحد حقير زيك، جاهل زيك، ما يعرفش. إحنا في مصر
دافعنا عنك. انت لولا الجيش المصري ما كانش اعتقد النطفة اللي حملتك ان هي تكتمل حتى تكون جنين. احنا الجيش المصري اللي حماك، اللي حمى ابوك وحمى امك. الجيش المصري اللي انت مش عارف هو مين ومش عارف امهات الجنود المصريين مين. سيادتك بعد ما وصلت الى هذه الدرجة وشايف شامم نفسك ونفسك وعودك، بتهاجم هذا الجيش اللي كان بيحمي جدودك واجدادك، الجيش المصري اللي ضحى من اجل ان امك تعيش وتبقى امراه مكتمله وتحمل نطفه مسمومه اللي هو حضرتك.